وننتقل لخبر من مركز أبحاث جامعة كينج جولد البريطانية. نحو 11 ألف مجاهد أجنبي يقاتلون في سوريا، بينهم 400 مصري. هي فكرة أنه في مرتزقة أو في يعني مقاتلين بالوكالة كانت معروفة من ناحية المبدأ، لكن هو العدد هذه المرة اللي يمكن صادم شوية، 11 ألف مقاتل. تقرير مركز أبحاث كلية كينجز كوليدج، وهي واحدة من أعرق المؤسسات العسكرية في التعليمية في العالم، استند إلى أكثر من 1500 مصدر معلومات لتوثيق هذه المعلومات عن وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب وما يسمى الجهاديين في سوريا. بيشير إلى أنه من أواخر 2011 وحتى العاشر من ديسمبر الحالي ربما تكون دخل سوريا 11 ألف مقاتل، بعضهم استمر وبعضهم عاد إلى بلاده. من بينهم أشار التقرير لوجود 400 مصري موجودين إلى يقاتلون، أغلبهم إلى جانب جبهة النصرة الإسلامية المتشددة في سوريا. يعني التقرير بيقول كمان أنه في احتمالات يكون العدد أكبر من ذلك من مصر. بشكل عام هناك 70% من الجهاديين الأجانب في سوريا من العرب من مناطق الشرق الأوسط، هناك 20% من الأوروبيين، ورقم كبير طبعا بيثير تساؤلات كثيرة في القارة الأوروبية. 20% كيف وصل من الأوروبيين بيقاتلوا إلى جانب من 11 ألف، الرقم من الرقم 11 ألف ربما جاءوا من القارة الأوروبية ومعظمهم من فرنسا وبريطانيا، 10% من جنسيات مختلفة وأغلبهم من جنسيات أسيوية. طب بالنسبة لل 400 المصريين، هل ورد في التقرير ذكر هم من أي تيار بالتحديد، من مصر؟ لا، لم نصادف أي تصنيف في التقرير لهوية 400، لكن بالتأكيد أغلبهم زي ما احنا عارفين في السنة اللي كان فيها محمد مرسي في الحكم كانت هناك مثلا التيار الذي يمثله حازم صلاح أبو إسماعيل قام بالدعوة للجهاد وإرسال بعض الشباب إلى سوريا، وهناك الجماعة الإسلامية والجماعات الجهاد قامت أيضا بإرسال مقاتلين. أنه الملحوظة الأهم في التقرير واللي بتدل على الوضع الحالي في سوريا أنه هناك زيادة 3 أمثال، عدد المقاتلين الأجانب في داخل سوريا زاد بمقدار 3 أضعاف في الفترة من أبريل الماضي حتى الآن. ده معناها أرجعها التقرير بسبب تنامي الصراع السني الشيعي على مستقبل سوريا، وتدفق طبعا تحت الدعاية، وطأة الدعاية الشديدة التي بيحاول البعض تمويلها خاصة تركيا وقطر وغيره، أنه هناك مقاتلين سنة أو أشخاص من السنة بيتبرعوا للذهاب للحرب بسبب أنه هناك دعم من إيران وحزب الله لنظام الأسد في سوريا. نعم.